استاذ السلام عليكم. استاذ عبد الغني بازي المحامي المعروف في كل ربوع الجزائر، مرحبا بك في ولايه قلما. اليوم شرفتينا ووقفتي معنا في قضيه خونا عبد القادر. فقط الجمهور كامل يتساءل واش صرا في القضيه لانها اجيلت، ممكن تعطينا حوصله حول ما وقع داخل القاعه؟ احنا في الحقيقه تمنينا لو انه المحاكمه تمت اليوم وانه القرار صدر اليوم، لكن للاسف بفعل وكيل قضايا الخزينه اللي تاسس في القضيه اليوم طلب تاجيلها بحجه انه التوكيل لم يصله من العاصمه، والواضح انه هو كان متاسس امام قاضي الدرجه الاولى والملف عنده. الان احنا ما فهمناش سبب التاجيل، وفي الحقيقه سبب التاجيل غير مبرر تماما، وخاصه عندما يتعلق الامر بحريه الناس ويتعلق الامر بمحامي كان متاسسا يعني في الدرجه الاولى. يعني ما هي الاسباب؟ احيانا نطلب تاجيل للاطلاع على ملف، وفي العاده انه القضاة يرفضوا التاجيل بالنسبه للاشخاص الموقوفين، يعني في العاده هذه لان المساله تتعلق بالحريات. والسيد هذا راه موقوف خونا عبد القادر بن عمارة. الان هيئه المجلس ارتأت بالتاجيل القضيه لمده اسبوع. انا في الحقيقه خاطبنا الزميل وقلنا له بهذه الامور، يعني زملائك جاوا من العاصمه من اجل قضيه احنا نعتقد ونؤمن بانها قضيه عادله، نؤمن بانها قضيه تدخل في الممارسات للحقوق السياسيه للحقوق المدنيه، لكن ما حدث كان نقول بانه لم تراعى فيه كثيرا اخلاقيه مهنه المحاماه، لانه في العاده الزملاء عندما يخرجوا من ولايه الى ولايه اخرى يكون هناك ليس القليل بل الكثير من التسهيلات، تسهيل عمل الدفاع، هذا يدخل في واجب الدفاع اللي يكون من المنطقه، معناها اذا الزميل المحترم ياجل القضيه في مرحله قادمه يجي العاصمه يجد كل التسهيلات، او يمشي الى الصيف يجد كل التسهيلات من طرف الزملاء، يعني العلاقه بين الزملاء العلاقه داخل البيت الواحد وبيت المحامين مبنيه على اساس تسهيل مهمه الزملاء وليس تعقيدها. فهذا كان يعني في الحقيقه امر مرفوض، يعني اخلاقيا من ناحيه اخلاقيه من هنا، هذا ملف ما راهوش ملف بدرجه عاليه من التعقيد، ما راهوش ملف متشعب، ملف واضح كان يعني احرى انه يمشي اليوم ونفوتوا فيه، وربما يصدر حكم مخفف او يصدر حكم بالبراءه وتفرح الاسره نتاعو ويفرحوا به ولاده، لكن احيانا كاين اشياء ربما تحدث في الخلف احنا ما نفهموهاش وما نعرفوش اسبابها، وربما حتى انها تكون راجعه الى جهات امنيه او شيء من هذا القبيل، لانه في النهايه الزميل هو محامي للوكيل القضائي الخزينه الذي تاسس دفاعا عن مديريه الامن الوطني. بارك الله فيك استاذ، جزاك خير.